سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الختام لا يعمل على تطبيقكم شيئين. قم بالضغط على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بالضغط على تطبيق شيئين، من ثم سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شيئين، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شيئين. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. هناك